السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يلا نكمل النهارده بقى مع بعض بقيه التشابتر. خلاص ان شاء الله النهارده هنتكلم على الراديو اكتيفيتي والنيوكليير رياكشن. احنا عرفنا في الليسنز اللي فاتت ان الاليمنت لو النيوكليير بتاعته ان ستيبل بيبتدي يطلع راديشن. خلاص كده الراديشن اللي عنده دي بتطلع ايه هي؟ عايزين نعرف انواع الراديشن دي ايه. طيب عايزين نشوف الاول مين اللي اكتشف الراديو اكتيفيتي، ظاهره النشاط الاشعاعي، وكانت ايه قصتها. عالم اسمه هنري بكويرل، ده خدتوه سمعتوا عنه في بريب 3، هو اللي ديسكفرد راديو اكتيفيتي فينومينا. خلاص كده، وعشان كده سماها راديو اكتيفيتي. طيب راديو اكتيفيتي الانامس لما بيطلع راديشن، في عندي ثلاث انواع من الراديشن بيطلعوا، يا اما الفا يا اما بيتا يا اما جاما ريز. عايزين نشوف ايه الفرق بين الفا وبيتا وجاما. هنقولها كده الاول، وبعد كده زي ما احنا متعودين بنشرح ونكتب ونبتدي نفهم. الالفا بارتكل كومبوزد اوف تو بروتونز اند تو نيوترونز. حلو قوي. وي كان سي ذات افري الفا بارتكل از ا هيليوم نيوكليس. بمعنى ايه؟ الالفا دي في الاليمنت اللي هو الهيليوم، اي 1 اتش اي كان تحت 2 فوق 4. الهيليوم ده يعتبر ايه؟ الفا راديشن. طيب الهيليوم اللي هو الالفا راديشن يعني عنده البروتون كام؟ البروتون 2. طيب يبقى البروتون اهي 2. طب والنيوترون؟ النيوترونز هجيبها ازاي؟ 4 ماينس 2 تطلع كام؟ 2. يبقى الالفا راديشن ده عباره عن element البروتون بتاعه 2 والنيوترون 2 اللي هو مين؟ اللي هو الهيليوم. طيب نروح لتاني حاجه اللي هي البيتا. البيتا بقى هي عباره عن ايه؟ ده الفا بارتكل، سوري البيتا دي بيتا بارتكل نيجاتيفلي تشارجد، اللي فات كان بوزيتيفلي تشارجد، دي نيجاتيفلي تشارجد اند هاز ذا بروبرتي اوف الكترون، فعشان كده هي عباره عن الكترون او ليها نفس البروبرتي اوف الكترون، بيدي لها السيمبل دي اي نيجاتيف 1 0. طيب الجاما اخر نوع من الراديشن اللي هو الجاما، اللي هو عباره عن ايه بقى؟ ده الكترو ماجنتيك ويف ويتش هاز شورت ويف لينث اند السبيد بتاعتها ايكوال تو سبيد اوف لايت. طيب هنشوف الحته اللي جايه دي الاول، التيبل ده الكومباريزن ما بين ثلاث انواع من الراديشن، وبعد كده هنتكلم على المسائل بتاعته. طيب اول راديشن اللي هو الالفا بيقول لي السيمبل بتاعه اتش اي 24 زي ما شايفين. نيتشر اوف راديشن ده عباره عن هيليوم، ابروكسيميتلي ماس عباره عن الماس بتاع 4 بروتونز، ابيليتي تو ايونايز يعني بيحصل له ايونايز ولا لا، او بنتريت ميديوم ولا لا، سترونج بنتريشن ليه الابيليتي ان هو يعمل بنتريشن. خلاص ويك اند كان بنتريت بيبر. البنتريشن ابيليتي بقى، يبقى الاولاني ده ابيليتي تو ايونايز، يبقى اللي احنا قلنا عليها دي سترونج ابيليتي تو ايونايز، قدرتها انها يبتدي يحصل لها ايونايزيشن كبيره. انما البنتريشن ابيليتي يعني ما تقدرش تعدي من ورقه، الالفا بارتكل دي ما تقدرش تخترق ورقه. طيب الديفيشن لو تعرضت لماجنتيك او الكتريك فيلد، اتفقنا ديفيشن يعني تروح ناحيه بوزيتيف او نيجاتيف بول. طيب نمسك تاني حاجه البيتا بارتكل. بيتا بارتكل نيجاتيف تشارج اي نيجاتيف 1 0، ده عباره عن الكترون الماس بتاعها، فاكرين لما قلنا الالكترون ماس بتاعه صغير جدا جدا جدا، بصوا قد ايه؟ 1 اوفر 1800 من الماس اوف بروتون، والايونيزيشن بتاعها ميديوم، والابيليتي تو بنتريت ممكن تخترق مثلا اعلى شويه من اللي فاتت المنيوم شيت مثلا، تمام؟ الثيكنس بتاعها 5 ملم، والديفيجن بتاعها جريد ديفيجن. طيب الجاما بقى نو تشارج، واتفقنا انها الكترومغنتيك ويف ماسلس تقريبا ملهاش ماس، ويل ionization low ionization، ولكن ليها بقى ال greatest ability to penetrate. It can penetrate large sheet of some centimeter thickness وبيبقى very high. The division بتاعها it doesn't deviate. طيب انا بقى الحته اللي تهمني قوي في الحته دي، اللي هو لما element يطلع radiation alpha او يطلع beta او يطلع gamma، اللي بيحصل له مهمه جدا جدا جدا. طيب انا دلوقتي عندي اتفقنا الالفا مع بعض اللي هو HE24. طيب لو انا عندي element for example اليورانيوم، يورانيوم كلنا عارفين طبعا the most element او radioactive element U92 فوق 238. بيقول لي اليورانيوم ده لما بيطلع radiation alpha، بصوا كده هو طلع HE24 ده الالفا، صح كده؟ ايه اللي هيحصل؟ هل انتوا سمعتوا قبل كده ان عمر مثلا الصوديوم يتحول لمغنيسيوم لما يعمل اي رياكشن؟ لا يا مستر، عمر ما في element يقدر يتحول لإليمنت تاني. لا، هنا بقى في الراديو اكتيفيتي الاليمنت لما بيطلع راديشن بيتحول لاليمنت تاني. ايه ده؟ بيتحول ازاي يا مستر لاليمنت تاني؟ تعالوا نشوف. انا عندي اليورانيوم اهو طلع الفا بارتكل، هو كان الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ اللي هو ده، ها كان الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ ايوه 92. لما يطلع 2 يتبقى تحت كام؟ يتبقى تحت 90،
ليه؟ عشان لما اعمل 90 بلس 2 يطلع 92. طيب فوق هو كان 238، طلع في الماث نمبر 4 يبقى قل كام؟ قل 4، يبقى فوق هيبقى 230 كام؟ 4. ايه الاليمنت بقى ده اللي تحت 90؟ ده اليمنت اسمه سوريوم، بس مش مهم عليا حفظ الاليمنت، انا ممكن اكتبها اكس حتى، يعني ممكن اروح كاتبها اكس كده 90 234، اهم حاجه اعرف تحت قل كام وفوق قل كام. يبقى معنى كده الاليمنت لما بيطلع الفا راديشن تحت ديكريز، تحت ده اللي هو اتفقنا ايه ايوان الاتوميك نمبر، ما اقولش بقى تحت وفوق، يبقى الاتوميك نمبر ديكريز باي 2. طب والماس نمبر اللي هو فوق ديكريز باي كام؟ ايوان ديكريز باي كام؟ باي 4. طب تعال نشوف واحده ثانيه، يعني لو جه قال لي مثلا اليمنت مثلا الراديوم، اتفقنا بقى مش هيفرق اسم الاليمنت 88 وفوق 220، الراديوم ده هيقول لي ان هو برضو بيطلع الفا. يلا يبقى الاليمنت اللي هيتبقى اهو، عشان اثبت لكم مش لازم اسم الاليمنت، تحت كام وفوق كام؟ ها حد يرد عليا؟ ده كان 88 بقى 2، يبقى تحت اي 1 86 قل 2 وفوق هيقل 4، يبقى كام؟ 216. اتاكد من ان انا صح، ان انا لو عملت ده بلس ده دول كده بلس بعض هيطلع هيدوني مين؟ هيدوني ده، ولو عملت اللي فوق دول بلس بعض هيدوني مين؟ هيدوني اللي هناك ده. فهمنا كده؟ يبقى ده لما الاليمنت يطلع ايه؟ يطلع راديشن. طيب الف، تعال نشوف بقى تاني حاجه لما الاليمنت يطلع بيتا، اتفقنا ان البيتا ده اي نيجاتيف 1 0. حد قبل ما ابدا كده يقدر يقول لي هو لما الاليمنت طلع الفا اتش اي 2 4 ده قل تحت ب 2 وفوق قل ب 4، طب لما يطلع بيتا تحت يحصل ايه وفوق ايه؟ ايوه سمعت حد قالها، ايوه كده، تحت هيزيد 1 وفوق هيفضل زي ما هو. ايه ده؟ بالراحه بالراحه، هناخد اكزامبل عشان الناس ايه ما بتنحش تقول لي ازاي هيزيد. تعالوا نشوف كده اكزامبل عندي، فور اكزامبل سي 614 اهو، سي 614 ده لما يطلع بيتا بارتكل اي نيجاتيف 1 0 يحصل ايه؟ 6 لما يطلع نيجاتيف 1 كاني ايه؟ ايه اللي اعمله ماينس 1 يطلع لي 6؟ ايه الرقم اللي احطه ماينس 1 6؟ ايوه 7، الله ينور. طب وفوق ايه اللي اعمله بلس 0 يطلع لي 14؟ 14 زي ما هو. يبقى مثلا هنقول ان الاليمنت ده كان ان او اكس مثلا، يبقى ايه اللي حصل هنا؟ ان الاليمنت عشان يطلع ده حصل له ايه؟ ايوان انكريز باي 1 تحت وفوق فضل زي ما هو. فهمنا؟ فهمنا يعني ايه تحت زاد واحد وفوق فضل زي ما هو. ناخد اكزامبل تاني، هنقول مثلا ان ايه صوديوم ايزوتوب، لا طبعا الصوديوم ان ايه 1124، ده هيطلع راديشن اي نيجاتيف 1 0 بلس نقط، هنقول اكس تحت هيبقى كام؟ ايوه حد يقول لي تحت بزود 1 على طول، ايوه يبقى 12، وفوق زي ما هو يا مستر يبقى 12 و24، هو ده الاليمنت اللي هيطلع اللي هو المفروض يبقى ايه؟ يبقى المغنيسي. صح يا شباب؟ تعال ناخد بقى اكزامبل، طبعا الجاما ما بيتاثرش ولا فوق بيتغير ولا تحت بيتغير، لان هو زي ايه؟ زي ما هو. طيب تعال ناخد كده مساله ونشوف بتحل ازاي. هناخد كذا شكل كده من البروبلمز عليها. هنقول بي يو يجيبها لي مثلا في تشوز طبعا 94 وفوق 241، بيقول لي ده هيتحول للاليمنت اي ام، خدوا بالكم بقى بشكل تاني، ها 95 وهنا 241، يبقى بلس نقط ويديني الاختيارات بتاعتي الفا او بيتا او اي حاجه تانيه. بقى هعمل ايه؟ هو ده كان 94 بقى 95، يبقى تحت زاد 1، ايوه يبقى احط هنا نيجاتيف 1 يا مستر، وفوق فضل زي ما هو، يبقى 0. ايه اللي كان تحت نيجاتيف 1 و0؟ ده اللي هو مين؟ ده اللي هو البيتا، يبقى الاجابه بيتا اللي هي اي نيجاتيف 1 0 اللي هو الالكترون. طيب تعال نشوف اكزامبل تاني، يقول لي مثلا ان بي وده 93 وفوق 237، ده هيتحول يبقى بي اي 91 و 233 بلس نقط. ها حد يفكر معايا؟ تحت كان 93 بقى 91، يبقى قل كام؟ قل 2، او بلاش دي، ايه اللي احطه على 91 هنا عشان يديني 93؟ 2. طيب حلو قوي. طيب هروح فوق 233، ايه اللي احطه عليه عشان تديني 237؟ 4. ايه اللي كان اتش؟ ايه اللي كان تحت 2 فوق 4؟ الهيليوم اللي هو الالفا بارتيكل تحت 2 فوق ايه؟ 4 بشكل تاني. يقول لي نقط هيدينا يو 92 233 بلس اي نيجاتيف 1 0، يبقى الاليمنت اللي هحط مكانه هناك هيبقى كام؟ ها
هنفترض ان هو اكس، يبقى تحت كام وفوق كام؟ ايوه 92 ماينس 1 يطلع 91. طب وفوق زي ما هو عشان فيه هناك زيرو، يبقى ده كده الاليمنت اللي اتكون هنا. فهمنا كده يا شباب بعملها ازاي؟ طيب ده كده ازاي بطلع الراديشن سواء كانت الفا او بيتا او جاما. طيب هيقول لي مثلا اكس، ده اكزامبل تاني، اكس زد اي، ده هيدينا واي 82 و4 206 بلس 5 الفا، يبقى 5 اتش اي 2 4 بلس 4 اي نيجاتيف 1 0. وهيقول لي ايه؟ هيقول لي احسب لي الاي بكام والزد بكام، اللي هو الاتوميك نمبر والماس نمبر. طيب تعال نبدا اول حاجه بالماس نمبر. هجيبه فين؟ الماس نمبر اللي هو الرقم اللي فوق. انا عشان اجيب ايه ده؟ مش ايه ده عباره عن مجموع كل الحاجات اللي فوق دي اللي هي دي كلها؟ ها؟ ايوه. طب يلا نشوف. طيب يبقى 206 بلس 4، لا امال ال 5 دي بتعمل ايه؟ يبقى 5 باي 4، فال 5 موجوده، بلس 4 باي 0 عشان في هنا 4 برضه اللي هي 0. ده هيطلع كام؟ 226. يبقى فوق هيبقى كام؟ 226. طيب تعال نشوف الرقم الثاني اللي هو الزد، هنشوف الزد بقى هيطلع ازاي. تمام، هعمل كل اللي تحت بلس بعضه اهو، يبقى نجيب اللي تحت ده اهو كده بلس بعضه، يلا يبقى 82 بلس اي 1 5 باي 2، خلاص فهمنا بقى، بلس 4 باي كام؟ نيجاتيف 1. يطلع كام؟ هيطلع ده كله على الكالكوليتر هتطلع لي 88. يبقى الاتوميك نمبر 88 والماس نمبر 200 كام؟ 26. كده يبقى فهمنا مع بعض يا شباب ازاي الراديشن بتعمل، ازاي بطلع الالفا والبيتا والجاما، ازاي بطلع اليمنت لما يعمل راديشن يطلع راديشن الفا او يطلع بيتا او يطلع ايه او يطلع جاما. وكده يبقى خلصنا الجزء ده. الجزء ده مهم جدا جدا، نقعد نتدرب بقى على الايكويشن بتاعت الالفا والبيتا والجاما، مهمه قوي 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 يا شباب. اشوفكم على خير ان شاء الله في الجزء الجاي.